تصدر حزب الليكود اليميني الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء في الدولة العبرية، وهي الرابعة في غضون سنتين، وفق ما أفادت استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. وأظهرت الاستطلاعات أن نتنياهو سيكون الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن من دون أي ضمانات، إذ أن الأمر رهن بمدى قدرته على تشكيل ائتلاف يحظى بالغالبية في الكنيست. זה אסור לנו בשום אופן לגרור את מדינת ישראל לבחירות חדשות, לבחירות חמישיות, להקים ממשלה יציבה עכשיו. لكن تصدر الليكود للانتخابات لا يعني أن نتنياهو سيكون حكما رئيس الحكومة المقبلة، إذ أن الأمر رهن بالتحالفات التي سيتمكن من صوغها. ويأمل نتنياهو الذي تولى منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل تحقيق فوز جديد على الرغم من فشله بعد التجارب الثلاث الأخيرة في تشكيل حكومة غالبية مستقرة ومواجهته ثلاثة تهم قضائية تتعلق بالفساد.